مشاهدينا اهلا وسهلا بكم، كنتلقى معكم من جديد في شاطئ النحله السعاده. تحيه للوقايه المدنيه على المجهودات اللي كيقوموا بها دائما، وان شاء الله يتمكنوا انهم يجبدوا الجثه ديال خونا محسن اللي توفى يوم امس. اذا الموضوع ديالنا الان وهو كما كنلاحظوا هذا البحر شحال هيج، يعني واحد الرياح اللي لا اله الا الله. مع ذلك كنشوفوا الناس كيعوموا، واخا باقي الوقيتة ديال العومان، يعني كاين واحد الريح اللي هو كبير وكبير بزاف، الريح كثير، البحر هيج. مع ذلك كنشوفوا وليدات صغار تيعوموا للاسف. ما بغيناش نسمعوا ثاني شي طفل غرق او لا شي حاجه، خاصه انه هذا الشاطئ ما كاينش فيه دي ماتخ ناجور. كنشوفوا وليدات جايين بلا والديهم تيعوموا، وليدات اللي عندهم 4 سنين 5 سنين. فعلا لا اله الا الله، الفاجعه ديال خونا محسن اللي دخل غير ينقد واحد الوليدات اللي كانوا شافهم كيغرقوا ودخل باش يعاونهم، فاذا به بغاه الله وتوفى. يقدر عاوتاني يكون شي حد كيغرق ويدخل شي واحد باش يعاونو ويصدق، لا حول ولا قوه الا بالله والله العظيم. الى خونا محسن اللي كنتمناو ليه الرحمه وكنتمناو ان الله يجعل مثواه الجنه يا ربي، دخل بواحد النيه اللي هي طيبه انه ينقذ اشخاص اللي كانوا كيغرقوا، فاذا به يعني ربي بغاه. الحمد لله على كل حال. كنشوفوا العائله ديالو ما صابرينش، مازال كيتسناو الجثه ديال الابن ديالهم تبان، ولكن كنشوفوا هذا المشهد ديال الوليدات الصغار للاسف كيعوموا، واخا واخا البحر هيج، واخا هاد الرياح القويه، واخا كل شيء، وليدات كيعوموا. بصراحه كندويو لاننا خايفين عليهم، كنتمناو من الاباء واخا ولدك يحكر عليك باش تجيبو للبحر، هذا ماشي وقت البحر. يلاه شاب حتى هو نهار العيد توفي في شاطئ في المحمديه، شفنا خونا محسن حتى هو اللي دخل غير باش ينقد جوج كيغرقوا، دخل غير باش ينقذهم، صدق مسكين غارق وتوفى. الله يخليكم، ما تبقاوش خليو وليداتكم يمشيو للبحر الا كنتو عارفينهم غاديين للبحر، خاصه في هذه الاوقات. الا ما كنتوش معاهم ما تصيفطوش للبحر، لانه راه صعيب الحال. دابا كنشوف وليدات عندهم 3 سنين 4 سنين داخلين البحر كيعوموا، كون غير البحر ما هيش، البحر هيج هيج بزاف. البحر ملي شفتو اول مره تخلعت لانه هيج بزاف، وحنا كنعرفوا هذه البحوره الشواطئ اللي قراب من الصخر كيكونوا صعاب شويه، كيكونوا الويدان كيكونوا بزاف ديال الحوايج. ف الله يخليكم، باقي 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 الصيف، ما واخا هاد الحراره راه صعيبه اصلا على وليدات انهم يعوموا ويخرجوا لهاد البرد. وليداتكم راه غادي غير يمرضوا. الناس اللي كيجيبوا وليداتهم يعوموا دابا راكم ما غتخرجوا عليهم، لانه باقي الوقت ديال العومان، وليدات غيضربهم البرد. راه واحد الريح كاين، راه غنحاول نحيد الميكرو باش تسمعوا الصوت ديال الريح. سمعتوا الصوت ديال الريح، الرياح اللي هي قويه قويه بزاف، والبحر هيج. رغم ذلك الوليدات كيعوموا، الله يحفظهم كاملين، الله يحفظ كاع الوليدات، الله يبعد عليهم اي حاجه خايبه. ولكن الوالدين الله يخليكم ردوا البال لوليداتكم، ماشي انا ندير لولدي خاطره ونجيبو للبحر يصدق غارق ديك الساعه عاد ندم. باقي الحال ديال البحر، وخاصة لا بغينا نجيبو لوليداتنا شي بحر على الأقل ما يكونش هيج بحال هاكا وهاد الأجواء بحال هاكا، لأنه كيكون خطر على الوليدات. أخويا عبدو الله يحفظ الجميع، الله يحفظ الجميع.
نتمنى انكم تكونوا كتشوفوا يعني شيماء المبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. شكرا شكرا. كما قلنا لكم نتمنى وان هاد الوليدات الله يحفظهم، الله يهدي الوالدين يوليو يراقبوا الوليدات ديالهم. الله يخليكم راقبوا وليداتكم، خاصة الدراري اللي كيمشيو بوحدهم للبحر. انا ما صيفط ولدي حتى نكون معاه، البحر راه غدار، كلشي عارف هادشي ان البحر غدار. الله يحفظ كاع هاد الوليدات يا ربي. ابو لو كان الوعي لما ذهبوا للبحر. ويا هادشي اللي داوين عليه، باقي الوقت ديال البحر. عرفتي راه واحد الريح قوي 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 بزاف، ورغم ذلك يعني هاد الوليدات ملي غيخرجوا من البحر غيضربهم هاد الريح، راه غيمرضوا، راه صعيب الحال. اذا الله يحفظ الجميع يا ربي، ونتمنوا الجثه ديال خونا ام حسين تبان في اقرب وقت، والله يصبر العائله ديالو. الحمد لله، الله يصبر العائله ديالو ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله. الى اللقاء.